صباح الخير. شهر تشرين هو شهر للمونة، نكبس فيه الزيتون كل سنة، وأنا حضرت زيتون حوالي 6 كيلو، رصيتهم ونقعتهم مي حلوة مدة 3 أيام صبح وعشية، غير لهم ميتهم لحتى تخف المرورة تبعيتهم شوي. وهلأ عم حضرت 3 قطراميزات بدي اكبسهم، كل قطرميز بساع كليان يعني. هلأ عم حضر الحامض، عملت شرحات حامض، وهلأ عم بعمل قطع حامض بدي حطهم مع الزيتون بقلب القطرميز، بقطعهم مثل مكعبات. وبعدين حضرت كمان كباية حامض، حضرت المي اللي بدي ذوب فيها الملح الخشن، لازم نجيب ملح خشن للكبيس. وحضرت كركم. هلا قطعت الحامض حطيتهم فوق الزيتون، وملعقة كركم كبيرة، وكباية حامض، ونص كباية ملح خشن. بدي اخلطهم مع بعضهم البعض قبل ما احطهم بالقطرميزات. هلا بقلبهم منيح منيح، وبعدين بدي احضر الفليفلة. كل قرن فليفلة بشله العقوصة من كعبه، وبشق كل قرن بالسكين شوي لحتى يصير يطلع الطعمة لبرا يعني. وحضرت هدول، وبعدين بدي اعبي القطرميزات بالزيتون. وهلا دوبت تقريبا 2.5 لتر مي مثل مية الصحة يعني، وحطيت لهم 2.5 كوباية ملح خشن، ودوبتهم وجربت بالبيضة مثل ما كانوا يعملوا أماتنا. لما بيطلع قسم صغير من البيضة برات المي معناتها الملح ممتاز. وهلأ بعبي القطرميزات كلها بالزيتون، وبصف شرحات الحامض على القطرميز من جوا يعني على حيطان القطرميز، وبمرق بيناتهم كمان قرون الفليفلة، وبرتبهم يعني قدر المستطاع ليطلع شكلهم مرتب. بعدين المي اللي بقيت بقلب تحت الزيتون يعني كلها بضيفها فوق القطرميزات، وبكفي مي وملح، وبحط على وجه كل قطرميز زيتون حتى ما يطلع شي على وجهه او يعفن او ينتزع. وبخلي الاغطية مفتوحة يعني يدوب بلقيها لحتى، لانه الزيتون بده يفور اول يومين. وهيك بتكون وصفتنا خلصت لليوم، وكل عام وانتو بخير.